مرحبا بكم متتبعي مسلسل الأسيرة، شاهدوا أبرز أحداث حلقة 270 مترجمة للعربية. وفضلا منكم لا تنسوا التشجيع بلايك وفرجة ممتعة. وفي بداية الحلقة كان أرهون في الحديقة يفكر وهو ينتظر مجيء هيرا، ثم عندما رآها عادت اقترب منها وقال لها أريد أن أتحدث معك. وبعدها نظرت إليه هيرا وقالت له لابد أنني تحدثت وعبة في الليلة الماضية، لقد أوضحت أنني لم أعد أرغب في رؤية مجهودك أو سماعك تتحدث. ثم قال لها أرهون للمرة الأخيرة ونظرت إليه هيرا، وبعدها قال لها لقد فكرت طويلا وصعبا بعد ما قلته بالأمس، فأنت على حق، علينا أن نضع حدا لذلك. في الواقع كل ما أردته هو أن تكوني سعيدة، لكن الأشياء التي فعلتها لتلخيص نفسي بدأت تبدو وكأنها رغبات أنانية، وأنا أعلم، أدركت الآن كم أثقلت عليك بهذه التصرفات، ولكن لا أستطيع مساعدتها. عندما تأتي إلى القصر لا أستطيع مساعدة نفسي، وكذلك لا أستطيع البقاء بعيدا عنك. وجودي يجعلك تشعري بعدم الارتياح في هذا القصر. أنا أدرك الآن أن الاعتذار الحقيقي لا ينبغي أن يكون مستمرا لدرجة تجعلك تنسي الإساءة. لن ينجح الأمر إذا كان المخطئ أكثر من المتضرر. لقد فعلت ما فعلته خوفا من خسارتك، وإذا تصرفت بأن ندمي أكبر من خيبة أمل فأنا أعتذر. أشعر بالفزع عندما أقول ذلك، ولكن على الرغم من أن جزء مني يرفض قبول حقيقة أننا لا نستطيع أن نكون مماثلين، إلا أنني بدأت أفهم ذلك الآن. هذا كل شيء من الآن وصاعدا، لن أفعل أي شيء لكي تسامحينني. فأنت لا تستطيعين التحرك بحرية في هذا القصر، ولقد قررت مغادرة القصر وكبح جمع مشاعري، ولن أبقى في هذا القصر بعد الآن. قالت له هيرا ليس عليك أن تفعل ذلك. قال لها أرهون ليس عليك أن تقولي أي شيء، فأنا أردت فقط أن أبلغك بقراري. وقالت له هيرا أنا لا أتكلم لأنني أشعر أنني مضطرة لذلك، ولا أستطيع أن أسامحك، وهذه الحقيقة لا أستطيع أن أغيرها، وأقول هذا الآن لأنني شعرت أنك تفهمني حقا. وقال لها أرهون ما فعلته لأجل استعادة قلبك جعلتك تحزنين. وقالت له هيرا كل ما فعلته تجعلني أتذكر كل ما مررت به، فأنا ما زلت مجروحة، ولهذا قلت لك أن تتوقف. كل ما أريده منك هو أن تتقبل الأمر وقد انتهى. وقال لها أرهون من الصعب أن أتقبل، ولكن أنا أفهم. ثم قالت له ولكن ليس عليك أن تذهب، لن يكون ذلك صحيحا. قالت له قد يكون هذا جيد بالنسبة لي، ولكن لن يكون صحيحا بالنسبة لعلي، وكذلك السيدة عفيفة لن تتقبل الأمر. قال لها هذا هو ما يجب القيام به. قال لها أرهون ولكن أنا أريد أن أعطيك مساحة لكي تشعري بالرضا، وأفضل شيء يمكنني فعله هو أن أتركك وشأنك، يمكنني إيجاد حل لكل شيء آخر. وبعدها تركها أرهون وذهب، وظلت هيرا حزينة جدا. وفي هذه اللحظات كانت كونغا في الصالة، ثم دخل أرهون وقال لها يجب عليك أن توضبي أغراضي. قالت له ولكن لماذا؟ قال لها يجب عليك أن توضبينها. كانت متوترة. ثم بعد ذلك قال لها سوف أذهب وأغادر القصر في المساء. وكانت كونغا حزينة وتفكر لماذا يريد ذلك. وفي هذه الأثناء دخلت هيرا المطبخ وكانت كانت حزينة وتفكر، وكانت خليصة تلاحظ على أنها بها شيء. قالت لها ما بك يا ابنتي؟ ولكن هيرا لم تقل شيء، وكانت متوترة وهي تطبخ وتفكر في أرهون وتتخيل كلامه عندما قال لها اتخذت قراري بترك القصر، وكانت حزينة جدا. وبعدها كانت كونغا في الصالة وهي حزينة، ثم أتى موسى وقال لها ما بك؟ لماذا تبدين حزينة؟ قالت له السيد أرهون لقد أمرني بأن أجمع كل أغراضه. قال لها خيرا، هل هناك شيء؟ قالت له لن يذهب إلى نزهة أو شيئا، أو سوف يسافر ولكن سوف يغادر القصر. قال لها ربما هناك شيء بينه وبين هيرا. قالت له على الأغلب. ثم قال لها أتمنى ألا يحدث شيء فيما بينهم. وكان شوكة في هذه اللحظات يسترق السمع. وبعد ذلك اقترب منهم وقال لهم هيا لماذا تتحدثون؟ هيا كل واحد يفعل أعماله. وذهب. وبعد ذلك خرج أرهون وقال له أريد أن تبعث لي إيفا إلى الغرفة. قال له حسنا. ومر الوقت، وفي هذه اللحظات كانت هيرا في المطبخ مع خليصة، وأتت كونغا وهي حزينة وقالت لها خليصة ما بك؟ قالت لها عمي رآنا أنا وموسى نتحدث، وما أزعجني هو أن بالي منشغل على السيد أرهون، سوف ينفصل عن القصر. قالت لها ماذا تقولين؟ قالت لها كونغا لابد أنك
فهمتي خطأ؟ قالت لها لا. قالت لها لقد طلب مني جمع أغراضه كلها، وحتى المساء سوف يذهب. وكانت هيرة تستمع إلى كلامهم، وبعدها ذهبت. وكانت تقول جونجا: السيدة هيرة لا تظهر ذلك، ويبدو أنها منزعجة جدا. وقالت لها خليصة: ماذا سوف نفعل؟ كلاهما مستاء، ولكن ليس لدينا ما سوف نفعله. وفي هذه الأثناء، بعدما ودعوا نفس لذهابها للمدرسة، كانت نورشاه تنظر إلى وجه كنان وقالت له: يبدو على أن هناك شيئا يلمع في وجهك. وكانت تلمسه بحنان، وكان كنان يشعر بشيء تجاهها، وكان ينظر إليها بحب. وبعد ذلك ذهب كنان إلى المطبخ وخجل، وكانت بعد ذلك نورشاه كذلك تنظر. وبعدها قالت: لماذا أتصرف هكذا؟ مثل بلهاء، اهدئي يا نور شاه. وبعدها كان كنان يتذكر كلام أورهون له عن أمانته لنور شاه، ولا يستطيع التقرب من نور شاه. ونور شاه تبكي كذلك، لأنها كانت تعتقد أن كنان يحبها، ولكن هي فهمت كنان بشكل غلط وتقول على نفسها امرأة غبية. وبعدها ذهب كنان إلى زيارة العم يعقوب، وكان كنان يشكي على العم يعقوب كيف يجب عليه أن يتغلب على مشاعره وهي أمانة لديه، ولكن العم يعقوب أعطاه من النصائح الجميلة. وفي هذه اللحظات كان أورهون في المكتب ينتظر مجيء إيفا، ثم قالت له: هل أردتني؟ قال لها أورهون: نعم، هناك وضع يجب أن نتحدث فيه. قالت له: ماذا هناك؟ لقد أقلقتني يا أورهون. قال لها: ليس هناك شيء يقلق، هيا اجلسي. وقال لها: لقد علمت بأنك أعدت الأسهم لأمي، لماذا غيرت رأيك؟ قالت له: أردت أن أتلافى أخطائي. وقال لها أورهون: سوف أدعمك في حياتك الجديدة، عمل أو منزل أو أي شيء تطلبينه. قالت له: شكرا، ولكن أنا أريد أن أكون فردا من عائلة من هذه العائلة، على أي حال لن أخذ من وقتك أكثر، إلى اللقاء. وخرجت وتركته، وبعدها خرجت وكانت تبتسم. ومر الوقت، وبعد ذلك خرجت هيرة من غرفة علي وبدأت تتذكر كلام أورهون لها بأنه اتخذ قراره بالذهاب من القصر ولكي لا يزعجها، وكانت تريد الذهاب لأجل منعه من الذهاب، وتراجعت. وبعدها تذكرت عندما كان يقول لها: بما أنك لا تستطيعين التنفس هيا، وطردها من القصر. وكيف قال لها: تكذبين وأنت تنظرين إلى وجهي، كيف تغيرت إلى هذه الدرجة؟ ثم بعدها ذهبت. وفي هذه اللحظات كان أورهون كذلك يتذكر كلام هيرة له، وهي تقول له: أنا حقا تعبت من محاولة شرح نفسي لك، توقف لا تفعل هذا. وعاد من خياله وقال: ليتني أستطيع أن أعالج كل جروحك، ولكن لا يحدث. بما أنه كذلك، ليكن الأمر كما تريدين. وفي هذه الأثناء أتى شوكة وقال لعفيفة على أن جونجا قالت أن أورهون سيغادر ولن يبقى في القصر في هذا المساء. وقالت له عفيفة: السبب واضح، لم يبقى سلام ولا اطمئنان في هذا القصر بسببها. وفي هذه الأثناء كان أورهون في المكتب، ثم قال لها: ما حدث؟ ماذا حدث يا أمي؟ وأتت إليه وقالت له: لم أعد أعرفك يا أورهون، لقد غيرتك هذه الفتاة. وقال لها أورهون: أنا لم أتغير. قالت له: كيف تريد أن تغادر هذا البيت؟ قال لها أورهون: اتخذت قراري، وصلت لنقطة حيث لا يمكن التراجع عنها، أنا ذاهب، سوف تستمر الحياة من حيث توقفت. وكانت هذه هي نهاية الحلقة.